السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا إخوان المهندسين والمهندسات. النهاردة لقانا في الفيديو رقم 346 أو 46 في قناة عالم الهندسة المدنية سيفل انجينيرينج وورلد، ويعتبر الجزء التاسع في سلسلة تنفيذ أعمال الطرق الأسفلتية. في الفيديو ده هنتكلم عن هنستكمل معدات تنفيذ الطرق رود كونستراكشن اكيوبمنت بارت 4. كنا في خلال الفيديوهات السابقة اتكلمنا عن الدم تراك واللودر والبلدوزر. في الفيديو ده نذكر سريعا الجريدر والرود رولر. من الكود المصري معدات التسوية والفرش الموتور جريدر المستخدمة، يعني موضوع بسيط في قطع وتشكيل وتسوية التربة، وبتظبط لك المنسوب بدقة مناسبة. طبعا ممكن احيانا في بعض الاماكن ممكن تساوي باللودر، ولكن مش هيجي زي الجريدر ابدا، وتسوية الدقة بالنسبة للجريدر. طبعا ممكن تزودها باجهزة ليزر، اجهزة تسوية اضافية، لكن ممكن تستخدم عادي يعني بالنسبة للجريدر بدون اجهزة ليزر. بتختلف حسب قدرة الانتاجية، حسب نوع التربة اللي موجودة عليها. في آلة تسوية خفيفة، متوسطة، تقيلة، 12 طن، 12 ل 18 واكبر من 18 طن. قدرة المحرك نفسه خفيف، في متوسط، في تقيل. آلات التسوية زي الجريدر وسيلة مناسبة للتحكم في وضع العجل الأمامي للحصول على المناورة عالية. طبعا لأنه الجريدر أوقات كتير بيحتاج إنه يكون فيه ميول معينة بيحاول يعني بيمشي عليها، فمحتاج مناورة بالنسبة للعجل الأمامي، لأنه هو بيحدد سريان السكينة بتاعته. الحد القاطع طبعا او السكينة بتاعت الجريدر في المقاومة للتأكل البري. وسيلة حرس معاونة طبعا دي في الخلف زي البلدوزر وما اتكلمنا عليها. امكانية تركيب اجهزة معاونة زي اجهزة الليزر طبعا دي يعني في حالة مشاريع متطلبة، يعني موضوع جهاز الليزر. الانتاجية عدد الدورات في الساعة، في سعة السكينة اللي موجودة، في معامل ميل سطح التربة اللي موجود. ده فيديو بسيط بالنسبة للجريدر. طبعا موضوع يعني ما فيش فيه تفاصيل، بس مجرد ان انت عندك التربة سواء تربة ردم او صب بيس او بيس كورس، فبيظبط لك بيه السكينة. وزي ما انت شايف كده بالشكل ده، في على حسب المنسوب بيكون فيه استكات من المساح بحيث ان هو يحدد المنسوب اللي هنعمل هنمشي عليه، وعلى اساسه بتاخد المنسوب بالنسبة لي الجريدر اللي موجود. طبعا يمكن من مهارات السواق بالنسبة للجريدر ان هو يقدر يتحكم في السكين اللي بالنسبة للجريدر. زي ما انت شايف هي المفروض في الوضع الافقي، بس من مهارات السواق ان هو يعرف يعني لو عايز يرفع السكينة للاعلى كده يقدر يرفعها. طبعا كان في ناس يعني تقيس مهارة السواق انه يقدر يرفع السكينة كده لفوق، ولكن هي الفكرة من انه بيحرك السكينة كده، لانه احيانا بيكون في الميول الجانبية بالنسبة للطرق بتحتاج انه يكون في وضع مايل للسكينة كده. يمكن الفيديو للأسف مش واضح، ولكن يعني مهارة السواق معتمدة على قدرته في تحريك السكينة ده طبعا وضبط المناسيب اللي موجود. طبعا بالنسبة لأعمال التسوية في الطرق المفتوحة، ولو انت محتاج جريدر بالنسبة يعني الانتاجيات وكده، تقدر الجريدر يعمل لك 600 متر مسطح في اليوم. طبعا في عوامل كتير مختلفة يعني ممكن تأثر على الانتاجية او انت فعلا ممكن تعمل قد ايه. ممكن مثلا لو انت عندك اعمال ردم مثلا، ممكن في عندك تربة رملية بتغرز مثلا، فتلاقي الانتاجية بتقل. ولكن في المتوسط زي ما بنقول تقريبا حوالي 600 او 500 متر مسطح يقدر الجريدر يسوه لك في اليوم ويظبط لك المنسوب بتاعه. بالنسبة للهراسات او الرولر كومباكتور، طبعا بتستخدم في دمج تربة الكسور، طبقة الاساس، طبقة ما تحت الاساس، بحيث ان انت تحصل على الكثافة اللي مطلوبة عندك في الموقع. بيكون ممكن في حمل استاتيكي وزن الهراس الرولر الموجودة قدام، او حمل ديناميكي. طبعا الحمل الديناميكي ده ممكن يبقى نتكلم عليه ان شاء الله في فيديو واحد. عجل متحرك بواسطة محرك، بيختلف العجل حسب نوع التربة ونوع احوال الدمج. في ذاتية الدفع ومقطورة، غالبا لا موجودة عندنا ذاتية الدفع. العجلات اللي بتاعتها في عجلة حديد ملساء رولر كده اسطوانة، واتنين كاوتش ورا، دي غالبا المستخدمة. في اتنين عجلة ملساء غالبا الحجم بيبقى اصغر. في عجلة مسننة حافر الغنم، واتنين اطار كاوتش
قليل ديت ما تكون مستخدمه، وهي العجله الاباب او الباد فوت، واثنين اطار كاوتش برضو غالبا قليل مستخدمه، هي اغلب المستخدم اللي هي عجله حديد ملساء واثنين اطار كاوتش. ده شكل اللي هو بيكون فيه اثنين رولر، طبعا ديت اللي هي الرولر غالبا المستخدمه اللي هي 10 طن، وديت الرولر اللي هي صغيره بيكون فيه اثنين اطار، او العجلات الاثنين بيكونوا ستيل رولر بالشكل ده، و او بيكون فيه اسطوانه قدام كده، طبعا بيكون فيها حمل او الفايبريشن بالنسبه عشان يحصل على الكومباكشن اللي مطلوب عندنا سواء اعمال الطرق او مختلف طبقات الطرق، وبيكون فيه عجلتين كاوتش ورا بيساعدوها، او انهم ممكن يكونوا اثنين بس طبعا بيكون الرصاصه اصغر شويه. من حيث الوزن طبعا فيها الرصاصات خفيفه متوسطه تقيله، ولكن زي ما بقول لك غالبا الرصاصات المستخدمه بتكون حوالي 10 طن اللي هي الرصاصات المتوسطه، فيها رصاصات تقيله ديت برضك على حسب متطلبات المشروع، ولكن زي ما بقول لك غالبا في المتوسط. الهراسات الهزازه فيها دوره ميكانيكيه عشان تشغل الهزاز بالنسبه للستيل رولر اللي هي قدام، وطبعا فيها بتقدر تتحكم في ساعه وعدد الذبذبات حسب نوع وسمك الضربه. ده الشكل طبعا اللي احنا قلنا عليه انه بيكون فيه اثنين ستيل رولر، او انه بيكون فيه واحده واثنين كاوتش. الانتاجيه طبعا في معادله لحساب انتاجية الرصاصة، في داخل فيها عدة عوامل، سرعة الرصاصة اللي موجودة، عرض الاسطوانة الدمك اللي موجودة، سمك طبقة الدمك، في معامل تشغيل والمسارات اللي بتحققها بالنسبة للمتر المكعب على الساعة، وتقدر تدخلها. وان كان زي ما بقول لك بيكون يعني الرصاصة من اكتر المعدات ان هي تقدر تديك انتاجية، لان هو يعني بيكون اغلب الشغل التقيل بيكون قدامها سواء التسوية من الجريدر او كده بس، او حتى رش الميه ايا كان وخلافه، فانتاجيتها بتكون اعلى بالنسبه للمعدات. اتمنى تكون واضح فكره عامه، انا بس بحاول ادي فكره عامه بسيطه مش بدخل في تفاصيل كتير يعني بالنسبه للمعدات، ولكن بس بنحاول ندي فكره عامه بحيث ان احنا نيجي نتكلم في التنفيذ، او ما ندخل في التنفيذ من جوه ما نرجعش نقول ديت بتعمل ايه او كده عشان ما نرجعش للتفصيل بتاع المعدات، بحيث ان هو يكون مجمع مره واحده. كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.